إذا سرد المكان رحلة بصرية وسرد صوتي وعروض أدائية قدمها العارض لتحتفي بمنجزات الشارقة بمشاهد متلاحقة حملت الحضور إلى رحلة في ذاكرة الشارقة قبل مئات السنين. وهذه دعوة للجمهور لحضور ومتابعة هذا العرض الفني التاريخي والذي يستمر عرضه على مسرح المجاز بالشارقة حتى 29 من يناير الجاري. وإلى موضوعنا التالي، ومع المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج الذي ينظم مؤتمر اللغة العربية الدولي الخامس بالشارقة والذي يأتي بعنوان تعليم اللغة العربية وتعلمها تطلع نحو المستقبل، المتطلبات والفرص والتحديات، وذلك لمناقشة أفضل الممارسات والتجارب العلمية والعملية للنهوض باللغة العربية وتعزيز انتشارها، حيث تستمر جلساته العلمية حتى نهاية يناير الجاري. وللحديث أكثر حول مستجدات جلسات المؤتمر يسرنا استضافة الأستاذة وفاء ناصر الشامسي، وهي باحثة ومعلمة لغة عربية في مدرسة الجاهلي بمدينة العين وإحدى المشاركات كذلك في هذا المؤتمر. مساء الخير أستاذة فاطمة، حياك الله معنا. مساء النور، أنا سعيدة أولا بتواجدي في عاصمة الثقافة وفي برنامج أماسي. أهلا وسهلا، ونحن كذلك سعيدين أستاذة وفاء بهذه المشاركة. وكذلك يعني في حديث سريع قبل بداية هذا اللقاء، نعم، ذكرتي لي بأنك شاركتي السنة الماضية وفي نعم هذا المؤتمر وكان نعم يعقد افتراضيا، نعم، في هذا العام شاركتي في الجلسات الحضورية لهذا المؤتمر. بالنسبة لك ما الفرق بين ما شهدتيه العام الماضي وفي هذا العام؟ طبعا العام الماضي فعلا كان الملتقى عن بعد وهو مستمر أيضا عن بعد. شاركت في السنة الماضية في تجربتي في صفحة شغف وأثرها في مادة اللغة العربية وتطوير هذه اللغة لدى طالباتي. بالنسبة لهذا العام أنا شاركت في ملتقى قادة الجهل الطلابي وأيضا دوره في خدمة اللغة العربية وأيضا اللغات الأخرى وبناء القيادات الطلابية. صحيح. فلا زال هذا الملتقى مستمر بالإبداع والازدهار، وهو تجمع جميل بين الباحثين والمعدين للبحوث المختلفة. صحيح. أستاذة وفاء، كمتخصصة في هذا المجال، ما أهمية مثل هذا المؤتمر بالنسبة لك ولزملائك كذلك من أساتذة اللغة العربية؟ حقيقة أول ما لفت انتباهي في هذا الملتقى كلمة اللغة العربية التي عاشت معي كعشق منذ الصغر، فالذي دفعني أولا للاشتراك فيه هي كلمة اللغة العربية. كم نحن نحتاج إلى مثل هذه الملتقيات المهتمة باللغة العربية والتي تعطي اللغة حقها، فكنت سعيدة جدا بالمشاركة، وحتى أيضا أمثل المعلمة الإماراتية المطلعة والمثقفة والمحبة للغة الأم اللغة العربية. صحيح. فلذلك أحببت أن أشارك فيه فعلا. طيب، طيب أستاذة، يعني محاكاة متطلبات العصر ومتغيراتها، أتوقع بأن هذا يعني من أبرز المحاور التي طرحت. صحيح. ونوقشت في هذا المؤتمر. صحيح. لو توقفنا عند أبرز التحديات التي تواجه المعلمين والمتخصصين والباحثين في مجال اللغة العربية، فما هي؟ حقيقة سأكون صريحة معك بأننا ندرس أجيال أكثر صعوبة، وأكبر تحدي أن هذه الأجيال هي تهتم باللغة الإنجليزية أكثر من اللغة العربية. طيب أنا ما دوري كمعلمة لغة عربية؟ أن أحبب طالباتي بتلك اللغة بأي طريقة كانت، وأن أعطي اللغة العربية حقها ومكانتها. نعم. ودائما ما أزرع فيهن بأن اللغة العربية هي أساس تطور الإنسان، فاللغة الأم لربما تكون هي المنطلق لتميز ذلك الإنسان وإبداعه. فأكبر تحدي فعلا أعيشه أنا حقيقة الصعوبة التي أواجهها حتى أزرع في طالباتي عند بداية كل عام الحب في اللغة العربية، هذا أكبر تحدي لي أنا. صحيح. هل هذا الأمر يعني يواجه صعوبة جمة؟ ذكرتي بأن هذا التحدي الأكبر، ولكن يعني بتلك الصعوبة اللي تفضلتي وتحدثتي عنها، أتعلم أنه من الصعب أن تقنع هذه الأجيال بأن اللغة العربية لا زالت حية، وهي لا زال فيها الكثير من الجمال والجماليات. فعلا عندما أدرس أول دفعة في بداية العام أعيش هذا التحدي، ودائما عندما أضع الخطة الدرسية لي أول هدف يكون لي كيف أحبب طالباتي باللغة العربية. صحيح. وأحاول أن أزرع فيهن ذلك الحب فعلا. فأتوقع بأنه كيفما يكون المعلم يكون طلابه،
فإذا شعر الطالب بأن المعلم محب كثيرا للغته هذا الشيء سينتقل بديهيا إلى الطالب. صحيح. ذكرتي لي كذلك قبل بداية هذا اللقاء بأنك تدرسي الصف الثاني عشر. نعم. فتعتبرين التحدي أكبر ولا التحدي أكبر عند يعني المراحل المبكرة أو الابتدائية؟ لربما المراحل المبكرة هي أصعب في زرع ذلك الحب وكيف تأسيس ذلك الجيل، ولكن سأتحدث عن تجربتي بما أنني أنا أكثر خبرتي في الثاني عشر. أواجه يعني تحدي أيضا كبير، كيف أبني تلك الشخصية، يعني ليس فقط أن أحببهن باللغة العربية. الطالبات على مشارف الدخول إلى الجامعات، إذا لابد أيضا أن أبني شخصية قيادية تستطيع أن تواجه التحديات التي من الممكن أن تصادفها في المستقبل. صحيح. فكثير من التحديات كمعلمة ثاني عشر، ولكن الحمد لله بالتعاون مع طالباتي استطعنا أن نجتاز تلك الصعوبات شيئا فشيئا بإذن الله. طيب يعني أستاذة وفاء، لديك كذلك ورقة عمل. نعم. ستطرحينها يوم السبت القادم أتوقع، يوم الأحد القادم، يوم الأحد في اليوم الختامي. أتوقع يوم الأحد، نعم، تاريخ 30. طيب سنتعرف على أبرز المحاور التي ستتناولينها في يعني سيتم تناولها في ورقة العمل هذه، ولكن استأذنك واستأذن كذلك السادة المشاهدين في أن ننتقل إلى هذا الاتصال المرئي، حيث ينضم إلينا في هذه اللحظات الدكتور بدر هديبان الحربي، وهو من المملكة العربية السعودية الشقيقة. دكتور بدر حاصل على الدكتوراه في علم اللغة التطبيقي وعضو الاتحاد الدولي للغة العربية، ومشارك في مؤتمر اللغة العربية الدولي الخامس بالشارقة. مساء الخير دكتور. مساء النور أستاذ محمد، حياك يا الله. مرحبا، حياك الله، يحفظك أنت والسادة المشاهدين وضيوفك الكرام في الاستوديو، وأشكركم حقيقة على هذه الاستضافة. الله يحفظك، العفو. بداية دكتور، حدثنا عن أهمية المشاركة في هذا المؤتمر. حقيقة بادئا ذي بدء أتوجه بالشكر والعرفان لإمارة الشارقة التي ما تفتأ تشرق علينا في كل سنة بهذا المؤتمر الدولي الرائع، والذي حقيقة تزين برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه. آمين. حقيقة الشكر موصول لكل المشاركين ولكل القائمين على هذا المؤتمر المنظم، والذي يعني حقيقة أصبح كما يقال من الأمور السنوية التي اعتدنا عليها ونرجو له الاستمرارية. أخص بالشكر زميلي الأستاذ سعادة الأستاذ الدكتور عيسى بن صالح الحمادي رئيس المركز، فالشكر لهم على كل ما يبذلون حقيقة من جهود. نعم. بالنسبة لأهمية المؤتمر، يعني لا يخفى على شريف في علمكم حقيقة التغيرات التي تطرأ من وقت إلى وقت، يعني هذا المؤتمر يواكب أي تغير جديد يحصل في الساحة التعليمية، مثلا الذي حدث في التعليم عن بعد، فتجد من محاور هذا المؤتمر ما يتعلق في استراتيجيات التعليم عن بعد، ما يتعلق في بناء المناهج المتعلقة في التعليم عن بعد. الأوراق التي في المؤتمر وجدتها حقيقة تدور في مجالين، المجال الأول خاص بالدراسات أو البحوث الأكاديمية أو التطبيقية، وأضف إلى ذلك الممارسات، أفضل الممارسات التي قدمت. حقيقة هذه من شأنها أن ترفع وأن تعلي حقيقة ما يريده المعلم المتعلم الذي يريد أن يبني المنهج في المراحل الثلاث، سواء كان تخطيطا أو تنفيذا أو تقويما. من الأمور التي حقيقة لاحظتها في محاور أيضا هذا المؤتمر، وجدتها حقيقة متنوعة، تبدأ في تشخيص الواقع الحالي وهذا أمر مهم جدا حقيقة، أيضا إبراز التحديات ولا عيب في ذلك، أيضا إيجاد بعض الحلول وتلاقح الأفكار التي من شأنها حقيقة أن توجد أفكار جديدة لحل المشكلات التي تطرأ من وقت إلى آخر. نعم. المحاور ما شاء الله تبارك الرحمن رأيتها حقيقة كانت كما يقال جامعة مانعة. صحيح. سواء في تعليم اللغة العربية لأهلها أو لغير أهلها. نعم. طيب يعني دكتور، تمثلت هذه المشاركة، مشاركتكم بالتحديد من خلال هذا المؤتمر، أتوقع كانت متمثلة في اقتراح بناء معجم إلكتروني لمتعلمي اللغة العربية من غير الناطقين بها طبعا، حدثنا عن هذا المقترح كذلك. الله يحفظكم، حقيقة أنا لم أطرح الورقة بعد، ستكون يوم الأحد القادم، ولكن سأعطي إلماحة بسيطة عنها.
أنا حقيقة واجهت من المشكلات أثناء يعني بناء مناهج الخاصة بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها أنها تحتاج إلى بعض المفردات الشائعة في كل مستوى. فحقيقة دائما نجد هناك قصور في وجود مفردات متدرجة من المستوى الابتدائي حتى المستوى المتقدم في تعليم اللغة لغير الناطقين بها. فوضعت هذا التصور لإيجاد معجم تعليمي إلكتروني مفيد لأي طالب يريد أن يتعلم اللغة العربية من غير أهلها، فيجد ما يريد سواء في المستوى الأول أو المستوى الثاني حسب التقسيم وحسب الإطار المحدد. فوضعت تصور سيلبي إن شاء الله حاجات الذين يريدون مثلا بناء المناهج، الذين يريدون حقيقة بناء الاختبارات والكفاءة في قياس الكفاءة اللغوية. فمثلا نحن حقيقة يعني وللأسف الشديد نفتقد إلى اختبار لقياس الكفاءة في اللغة العربية كما هو موجود في اللغة الإنجليزية على سبيل المثال في الآيلتس والتوفل. فمثل هذا المعجم إن شاء الله سيلبي حاجة من يريد بناء الاختبار في تسهيل الوصول إلى هذه المفردات وتنوعها وتدرجها من المستوى الابتدائي إلى المستوى المتقدم. نعم. طيب. نعم. طيب دكتور، يعني استعرض كذلك هذا المؤتمر العديد من الممارسات المؤسسية والفردية في مجال تعليم وتعلم اللغة العربية لغير الناطقين باللغة. ما هي أبرز الممارسات والتجارب التي استعرضتها أو التي تم استعراضها في هذا المؤتمر ولفتت انتباهكم؟ حقيقة أكثر ما لفت انتباهي يعني توجه الكثير من الباحثين إلى موضوع الاستراتيجيات الحديثة والتي تواكب التعليم عن بعد. ولعلي يعني حقيقة أعجبني ما أشارت إليه الأستاذة وفاء عن كون أن المعلمة الناجحة هي التي تستطيع جذب انتباه طلابها إلى اللغة العربية. الآن هي حقيقة الطالب في هذا الجيل طالب حقيقة إنجاز التعبير طالب صعب التعامل معه، لأنه طالب يتعامل مع التقنية بشكل قوي جداً. فإذا كان لدى المعلم قصور في هذا الجانب فإن هذا ينعكس حقيقة على لغة التواصل بين الطالب وبين المعلم. أكيد. نعم صحيح. فتجد يعني حقيقة يعني أبنائك الصغار أيضا إخوانك الصغار تجد حقيقة عندهم قدرة في التعامل مع التقنية، فلماذا نحن لا نوظف هذه التقنية في مجال تعليم اللغة العربية؟ نعم هي لغة العصر، هي لغة العصر الحالية. فلعلي يستعير من أحد الزملاء فيقول أن المعلم الذي ليس لديه دراية في التعامل مع التقنية يصنف لعله من أصحاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لأنه يحتاج إلى مساعدة. فحقيقة لفت انتباهي كثيرا ما رأيته من أوراق البحثية المتعلقة بهذا الجانب في توظيف التقنية في تعليم اللغة العربية، وهذا أمر حقيقة في غاية الأهمية وفي غاية يعني يعني إنجاز التعبير لا يمكن الاستغناء عنه في أي حال من الأحوال. نعم صحيح. ختاماً دكتور، ما هي أبرز التوصيات المأمولة في ختام هذا المؤتمر حسب وجهة نظرك وكذلك السادة المشاركين في هذا المؤتمر؟ يعني ولله الحمد في هذا المؤتمر يمتد إلى 9 أيام يعني بمعدل ما شاء الله تقريباً 3 ندوات في كل يوم. يعني تصل إلى تقريبا ما شاء الله تبارك الرحمن إلى عدد كبير جدا من الأبحاث. فأنا والله حقيقة يعني نصب إن شاء الله في نهاية هذا المؤتمر أن نصل إلى مجموعة من التوصيات وأن نحاول أن نفعل هذه التوصيات وألا تكون فقط عبارة عن أبحاث على ورق، وإنما لماذا لا يتم تحويلها إلى مبادرات، لماذا لا يتم تحويلها إلى مشاريع إن شاء الله. وهذا هو المأمول حقيقة. والمؤتمر حقيقة الذي ينظر إليه ينظره فقط إلى 4 أيام. هو في الحقيقة الإعداد للمؤتمر يأخذ وقت طويل، وأسأل أصحاب الشأن في المركز التربوي يعني يصل إلى 6 إلى شهور حقيقة، إلى بعض الحين يصل إلى سنة. فحقيقة الأمل أن يكون هناك توصيات مفيدة جدا على مستوى على مستوى المناهج، على مستوى المعلم، على مستوى المتعلم، على جميع الأصعدة. وهو حقيقة الذي ينظر إليه وينظر إلى المحاور يجد أن هناك كفاية فيما يقدم، لكن ننتظر فقط الترجمة لهذه بإذن الله على أرض الواقع بإذن الله. الدكتور بدر هديبان الحربي حدثنا من المملكة العربية السعودية الشقيقة عن مشاركته في هذا المؤتمر. شكرا جزيلا دكتور على هذه المداخلة.
كل الشكر لكم والتقدير، ونشكركم على هذه التغطية الرائعة. يا مرحبا. يا مرحبا. شكرا شكرا. يعني حدثنا الدكتور كذلك عن هذه المشاركة وعن أبرز التوصيات المأمولة وعن ورقة العمل التي سنتناولها كذلك في يوم الختام يوم الأحد بإذن الله. أشاد كذلك بما تفضلتي وذكرتي أستاذة وفاء فيما يخص يعني حرص المعلمين على جذب الطلاب لتعلم اللغة العربية وزرع هذا في أنفسهم. نعم. يعني دعينا ننتقل إلى جانب يتعلق بورقة العمل كذلك اللي راح تقدمينها إن شاء الله يوم الأحد القادم في ختام هذا المؤتمر. ماذا ستتناول هذه الورقة؟ إن شاء الله سأقدم ورقة بحثية بعنوان ملتقى قادة الجهل الطلابي ودور ذلك الملتقى في تعلم اللغة العربية واللغات الأخرى أيضا، بالإضافة إلى بناء القيادات الطلابية. كيف نشأ ذلك الملتقى؟ لربما أنه أنا أعتبر ذلك الملتقى كحكاية بدأت عندما بدأت في داخل الصفوف الدراسية بأن أقود الطالبات وأعلمهن على القيام بالأدوار القيادية داخل المجموعات، وأن تكون لكل مجموعة قائدة. تولدت لدى طالباتي قيادات طلابية جميلة جدا. بعد ذلك بحثت مع الإدارة المدرسية ودخلت إلى الخطة التشغيلية في المدرسة، فوجدت أن هنالك بند يعني موجود كيف نفعل القيادات الطلابية في مدرسة الجاهلي. فكان ذلك الملتقى هو عمل جماعي بين جميع الأفراد في مدرسة الجاهلي، ابتداء من مديرة المدرسة المتميزة الأستاذة بخيتة النيادي، ووصولا أيضا إلى طبعا الوكيل الأكاديمي الأستاذة فاطمة الناصري. بعد ذلك كنت أنا المنفذ لتلك أو لذلك الملتقى، وقمت فعلا مع طالبات مدرسة الجاهلي وطالباتي أيضا، وقدنا العديد من طبعا الملتقيات على مستوى الدولة، ومنها السلامة الرقمية وأجمل ما قرأت في شهر القراءة وفي شهر رمضان روحانيات رمضانية. كان ذلك الملتقى يعني يتبنى أرواحا تعطشت ربما إلى القيادات الطلابية وتعطشت إلى الإبداع. وكثيرا ما أركز أنا على مهارات ومبادرات في الحصص الدرسية وأطلقها على مستوى المدرسة، منها مبادرة أنا كاتبة لامعة وأجمل ما قرأت، فكانت الطالبة تكتب وتلقي وتعد أيضا بعض العروض التقنية حتى نواكب هذا العصر. فحظي ذلك الملتقى بجذب كبير وانتشارا واسع على مستوى الدولة، ونشر لنا طبعا شرف لنا في جريدة الاتحاد خبر بعنوان ملتقى قادة الجاهلي الطلابي جسور إبداع. فكان ذلك شرف لنا وإبداع من قبل طالبات مدرسة الجاهلي. بعد ذلك انتقل ذلك الملتقى من طالبات مدرسة الجاهلي إلى طلاب المدارس الأخرى، ودخل معنا أولياء الأمور ودخلوا معنا العديد من المدرسين من المدارس الأخرى طبعا ومسؤولي جودة التعليم أيضا. هذه سنة حسنة، ونسأل المولى عز وجل أن يعني تكون في أجركم إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. بإذن يعني الله تعالى. أستاذة وفاء، كذلك هناك مجال لتوظيف التقنيات الحديثة في تعليم اللغة العربية. أكيد. ماذا عن تأثيرها؟ هل لها تأثير مباشر أو غير مباشر بشكل ملموس؟ سأقول لك موقف عن هذا السؤال. حصل معي في الحصة الدرسية أتيت بمهارة اسمها مهارة الاستدلال المباشر، وهي تطرح من قطاع المناهج، وكان من ضمن النص هل التقنية مهمة وهل الأنشطة المتنوعة داخل الحصة الدرسية باستخدام التقنيات المختلفة هل هي مهمة؟ فتفاجأت من طالباتي بأنهن يقولن لي بأن كثيرا ما يكون مهم أن تكون التقنية موجودة داخل الحصة الدرسية، وأنا أتفق معهن حقيقة. عندما ننوع في التقنيات، في الوسائل المستخدمة، في الأنشطة، في الاستراتيجيات، ليس فقط التقنية أيضا في الاستراتيجيات المختلفة، المجموعات المتجانسة وغير المتجانسة، كلها يعود بفائدة في تعلم اللغة العربية وتطور مستوى الطالب وحب الطالب للغة العربية. فاستخدام التقنية جدا مهم، وأيضا كنت أطرح أنا مبادرات،
فبعد جائحة كورونا بحثت عن وسيلة تواكب طالباتي وميولات الطالبات، ففتحت صفحة الشغف على الإنستغرام. طبعا هذه تقنية حديثة جدا، ننشر فيها الكتابات، ننشر فيها أجمل ما قرأت الطالبة والمسابقات المختلفة التي فازت بها الطالبة وكل الأنشطة التي نقوم بها داخل الحصة الدرسية. صحيح، جدا مهم. لا شك أكيد. لا شك بأن توظيف التقنيات مهم جدا أكيد. ويدفع الملل في الحصة أيضا. صحيح، يعني هو يكسر روتين الحصة لا شك درسية. من خلال الحصة الدراسية اللي نعم. تمتد لمدة 50 دقيقة أو أكثر الآن. الآن ساعة. ساعة كاملة. نعم. طيب، يعني الآن الجدول الدراسي والتعلم كذلك أصبح حضوريا ولا ما زال عن بعد؟ نعم حضوريا، ولكن لا زال التعلم عن بعد، يعني متوفر هذا لدى الطالب فيختار ما يشاء له. صحيح. ولكن عدنا إلى المدارس الحمد لله تدريجيا، طبعا تدريجيا. صحيح. الآن مرحلة 12 وبعض المراحل الدراسية. طيب والأسبوع القادم أستاذ وفاء، أنت حاليا يعني في الفترة الصباحية غير متفرغة، حاليا تقدمي الحصص الدراسية الخاصة بك. نعم. نعم. ومن ثم تأتي من العين إلى الشارقة. نعم. لحضور هذا المؤتمر، ألا يشكل ذلك عبء إضافي؟ ما السبب في هذا الحرص على التواجد في مثل هذا المؤتمر؟ طبعا المؤتمر يعني حتى أوضح ذلك لا زال يقدم عن بعد. نعم صحيح. ولكن صحيح. إن كان في يوم من الأيام حضوري كمقابلة اليوم، أنا أعطيت حصصي الدراسية وأتيت إلى الشارقة. لماذا؟ لحبي للغة العربية. نعم. يعني في سبيل اللغة العربية أنا أفعل ما لا أستطيع. صحيح. نعم. صحيح، ولا شك بأن هذا الأمر يحسب لكم، وهناك ربما رصيد إضافي من خلال الاحتكاك وتبادل الخبرات فيما يخص أوراق العمل التي. نعم. تطرح، والاستفادة من التجارب الأخرى. نعم. ولو كانت حتى افتراضيا، ونأمل بإذن الله إن شاء الله أن تصبح حضورية في النسخ القادمة منها. إن شاء الله. جميل. في هذه اللحظات كذلك تنضم إلينا عبر هذا الاتصال الهاتفي الدكتورة رانيا أحمد شاهين، وهي أستاذة الثقافة الإسلامية والعربية التواصلية في كليات التقنية العليا. مساء الخير. مساء النور، أهلاً. يا مرحبا. أهلاً. يا مرحبا. حياك الله. هذه المشاركة الثانية لك في هذا المؤتمر، مؤتمر اللغة العربية. حدثينا عن أهمية هذه المشاركة في مثل هذا المؤتمر. بداية يعني أتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات للدكتور الشيخ سلطان القاسمي، يعني تولي 50 عام مقاليد الحكم في إمارة الشارقة، على كل ما قدمه من إنجاز ونهضة حضارية ودنائية تطويرية لإمارة الشارقة، وأيضا دعمه لا محدود للغة العربية. كما أتقدم بالشكر لبرنامج أماسي على هذه الاستضافة، ولا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل للمركز التربوي والسلام للدكتور عيسى الحمادي والقائمين على المؤتمر على دعمهم لإدارة المؤتمر بكل أريحية وسهولة خدمة للعربية وأهلها. أما بخصوص مشاركتي فهذه تعتبر المشاركة الثانية، فقد شاركت في المؤتمر الأول الاستثنائي في نسخته الرابعة ببحث موسوم ببداية تعليم اللغة العربية، أخذت منها روضة الأمل ومدرسة الأمل نموذجا التعلم المقلوب. أما بخصوص مشاركتي لهذا العام هي طبعا ستكون إن شاء الله يوم غدا سأطرح الورقة البحثية، وقمتها برؤى مستقبلية لتطوير منهج تدريس اللغة العربية في مؤسسات التعليم العالي وخاصة جامعة الوسط. الصوت نوعا ما دكتورة. نعم. طيب دكتورة سنعود إليك بإذن الله إن شاء الله في حال معالجة هذا الخلل الصوتي اللي يرجع ربما إلى الإرسال أو منطقة التغطية التي تتواجدي بها حاليا. جميل، أعود إليك من جديد أستاذة وفاء. كنا نتحدث عن يعني
تحديات المشاركة بالنسبة للمعلمين والجدول الدراسي طويل نوعا ما نعم. نسبيا وأهمية المشاركة في هذا المؤتمر سواء كان افتراضي أو حتى حضوري نعم. ذكرتي لي بأن يعني كلاهما سواء يعني سواء كان حضوري أو افتراضي لديكم رغبة عارمة في المشاركة بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من أبرز التحديات التي تواجه المتخصصين في مجال اللغة العربية نعم. خلال الأيام الماضية منذ بداية هذا المؤتمر ولغاية اليوم هل تم رصد تحديات طرحت على شكل أوراق عمل من قبل المتخصصين والباحثين في مجال اللغة العربية برأيك كانت مفيدة وناجعة وتعتبر حلول لتحديات تواجهكم في الميدان التربوي؟ حقيقة نعم، يعني حضرت العديد من الأوراق العمل أو البحوث التي طرحت في ذلك الملتقى ووجدت أنها تعود بفائدة كبيرة علينا كمعلمين للغة العربية. وطبعا بمجرد أن نلتقي في نفس هذه الملتقيات أنا في اعتقادي بأن تلك هي الفائدة الجمة التي نجنيها معا، بمجرد التعاون معا، بمجرد أن نعرض الأعمال، عرض العمل أكيد سيعود بالفائدة إلى زميلك، هذا شيء أكيد. حتى وإن كان شيئا بسيطا، من الممكن أن تقول أن ذلك شيء بسيط ولن يفيد غيري، ولكن لربما من خلال التعاون، من خلال الاطلاع على أعمال الآخرين نستطيع أن نطور من أنفسنا وأن نأخذ منهم الأفكار ونطورها أيضا. صحيح. المناهج الدراسية يعني لا شك بأن لها دور كبير في تهيئة الطلبة وفي كذلك يعني زرع حب هذه اللغة من خلال ما يطرح في هذه المناهج من مواد علمية مشوقة وكذلك تثري هذا الطالب وترتقي كذلك بتحديدا ذائقته الفكرية في هذا المجال وحتى بحب للغة العربية سواء في مجال الشعر أو في مجال التعبير أو السرد القصصي وغيرها كذلك من مجالات اللغة العربية. فماذا عن المناهج الدراسية؟ هل هي يعني مواكبة لتطلعات الهيئة التدريسية والطلبة في آن واحد؟ أنا أتحدث عن المناهج الدراسية منذ المرحلة التأسيسية وحتى الجامعية. نعم، المناهج الدراسية منوعة وكما ذكرت أيضا بأنها منوعة بين النصوص القصصية وروايات نعطي والنحو والبلاغة والنصوص المعلوماتية وإلى ما غير ذلك. ولكن مناهج طبعا المناهج قوية جدا وتتطلب أيضا معلم قوي جدا، معلم مثقف مطلع يستطيع أن يواكب التطورات. ما عدنا نتعامل مع نص، أصبحنا نتعامل مع نواتج تعلم. كيف نحقق تلك النواتج مع الطالب؟ على حسب النواتج التي يحققها المعلم مع طلابه يستطيع أن يدخل ذلك الطالب إلى المراحل المتقدمة. ففي اعتقادي بأن فعلا المناهج هي كبيرة وتتطلب من المعلمين أيضا البحث والاستقصاء ودائما أن يكون باطلاع مستمر وأن يكون قوي في مادته. بإذن الله أتمنى لك كل التوفيق في هذه المشاركة على وجه الخصوص في هذا المؤتمر وكذلك في مجال التدريس عموما. الأستاذة وفاء ناصر الشامسي معلمة اللغة العربية بمدرسة الجاهلي بمدينة العين وكذلك المشاركة في هذا المؤتمر والباحثة في مجال اللغة العربية، شكرا جزيلا لك. أنا أحب أشكركم بداية وأشكر كل القائمين بالمؤتمر الذين أعطونا الفرصة للمشاركة، كذلك أوجه التحية لكل الناس الذين دعموني حتى أكون في هذه اللحظة هنا، وكل الشكر والتقدير لوالدتي التي هي منبع الحنان وهي منبع التقدم والتطور، ولزوجي شريك حياتي الذي هو بالخارج ينتظرني. كذلك أقدم هذا النجاح، نوجه لهم تحية. نعم، وأقدم هذا النجاح أيضا لطالباتي اللاتي ربما الآن يتواصلن معي عبر التلفاز، وكل الإدارة المدرسية في مدرسة الجاهلي وكل الناس الذين دعموني، شكرا لكم وأنا سعيدة بتواجدي معكم. شكرا. إن شاء الله. شكرا شكرا. إن شاء الله أن الطالبات هاديات بس ما في مشاغبين في الموضوع. كيف ما يكون المعلم يكون الطالب. لا شك الله يحفظكم. شكرا جزيلا. الله يحفظها إن شاء الله.